أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نسي التسمية عند إرسال الجارح فهل يجوز أكل الصيد؟ المذهب لا، ما يجوز إلا من ترك التسمية عمدا أو سهوا في الصيد لا تحل، لكن الصحيح أنه يجوز. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن المسلم ما ترك التسمية تعمدا، هي في باله وبنيته لكن نسيها، فلا يؤثر هذا لأنها في قلبه وفي نيته عند المسلم. نعم.